اهلا بيكم اصدقائي وحلقه جديده من بودكاست حياه ومعاكم وسام. النهارده انا هقول لك على شويه حاجات عادات تعملها الصبح، ده روتين الصبح بتاعك. العادات دي هتفرق معاك جدا وهتغير حياتك بدرجه كبيره جدا يعني، وهتنقلك نقله كبيره لو اتبعتها صح. طبعا انا بقول انها عادات صباحيه لان المفروض ان الواحد يصحى بدري. طب انت ظروف شغلك او ظروفك لا تسمح انك تصحى بدري، ما نوقفش الدنيا، يبقى انت اول ما تصحى تعمل العادات دي. يبقى دي العادات او الخطوات اللي انت هتعملها من اول ما تصحى. عشان ما اطولش عليك، اول حاجه اول ما تصحى قوم من على السرير على طول. كلنا لينا فينا عاده كده ان انا اقوم من على السرير، انزل رجلي الاول، طب اقعد شويه على السرير، طب استرخي شويه، طب امد طولي شويه، طب الكلام ده كله. لا، اول ما تصحى، انت قررت تصحى الساعه 7 الصبح، اصحى وانزل على السرير من على السرير على طول، قوم مباشره. قررت تصحى الساعه 12 الظهر او ظهر الساعه 12 الظهر، مفيش مشكله خالص، اصحى قوم على طول من على السرير، ما تقعدش ثانيه واحده على السرير. تاني حاجه اللي انت ما تبصش في تليفونك اول ما تقوم، يعني تجنب خالص تليفونك يبقى جنبك، او مش اول حاجه بتفتح عينك عليها تصحى تلاقي نفسك على التليفون، سواء تخش على السوشيال ميديا، تبص على ايميلاتك، تبص على اي حاجه، وايا كان هي حاجه مهمه ولا حاجه مش مهمه، ما تبصش في تليفونك اول ما تقوم. الدنيا مش هتقف لو ما بصيتش في تليفونك اول ما تقوم. تالت حاجه ان انت خد دش، اعمل كده فريشمنت لنفسك. طبعا لو في الصيف بتستحمل الدش ساعة يبقى تمام، لو في الشتاء وبتستحمله يبقى اوكي جدا وجميل جدا، لو ما بتستحملوش خلاص يعني يفضل دش فاتر، بلاش الماء السخنة قوي عشان الماء السخنة اصلا بتهدي وبتنيم يعني، فخد لك دش كده فوق. بعد كده طبعا صلي، لو انت لسه ما صليتش الفجر مثلا او صاحي على ميعاد صلاه صلي. خد كده 15 دقيقه 10 دقائق كده، لو بتعمل اكسرسايز معينه كده في البيت، تمارين كده تنشط بيها نفسك. بعد كده تبتدي تقعد مع نفسك 5 دقايق او 10 دقايق اللي احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده، ان انت تتامل مع نفسك ايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش وايه اللي حصل امبارح والكلام ده كله، اللي تعمل ريفليكشن كده لنفسك، او تبتدي تعمل ايه اعاده تقييم لنفسك، تفكر في اللي حصل او تفكر في ايه الحاجات اللي حصلت او ايه الحاجات اللي انت عايز تعملها. تفطر فطار مهم، فطار صحي. بعد كده بتبتدي تحدد اهدافك بتاعت النهارده. احنا طبعا متفقين ان احنا لينا اهداف اسبوعيه واهداف شهريه واهداف طويله المدى والكلام ده كله، بس انا عايز اعمل الاهداف اللي انا عايز احققها النهارده والتاسكس اللي انا عايز احققها النهارده. اخر خطوه، اشرب كوبايه الشاي بتاعتك او اشرب فنجان القهوه، عشان انا في ناس قالت لي انك ما بتقولش سيره القهوه، ودي ناس قريبين مني قوي قالت لي انت ما بتقولش سيره القهوه، قلت لها عشان انا ما بحبش القهوه، بس ما علينا يعني. خد فنجان القهوه بتاعك، على فكره دي المدام قالت لي انت ما بتجيبش سيره القهوه خالص، دايما تقول اشرب كوبايه شاي. انا عشان خاطر المدام طبعا انا بقول لها اوكي، ناخد فنجان القهوه الصبح بتاعك كده اللذيذ، خدي فنجان القهوه بتاعك واتكلي على الله بقى، خدي بالك من العيال وشوفي هتعملي ايه. وطبعا انت خد القهوه بتاعتك وخد الشاي بتاعتك وشوف انت نفذ خطواتك او البلان اللي انت رسمه للنهارده، وحاول تخلي البلان حاجات صغيره وتنتهي بسرعه بحيث انت تنجز. حتى لو انت مديت البلان بتاعك وعملت حاجات ممكن تعملها بكره او هتعملها بكره، يبقى خير وبركه، يبقى انت كده انجزت يعني، بدل ما تعمل بلان كبير او تاسكس كبيره انت عايز تعملها وفي الاخر ما تعملهاش وفي الاخر تصاب بالاحباط. يبقى سريعا كده عشان نراجع مع بعض بسرعه، اول حاجه تقوم من على السرير على طول اول ما تصحى من النوم، ما تستخدمش تليفونك على طول، خد لك دش ويفضل ان يكون دش ساقع، بعد كده 15 دقيقه تمارين وتصلي الصلاه المفروض عليك، بعد كده تقعد 5 دقايق تتامل مع نفسك كده تشوف ايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش وانت عايز تعمل ايه، تتناول فطار صحي، تاكل كويس الصبح، تحدد 3 اهداف على الاقل تعملهم في النهارده او في اليوم ده، ويكون حاجات قصيره والتاسك بتاعتها قصيره عشان تنجز، وكل ما تنجز كل ما هتحس انك عايز تعمل اكتر وكنت هتحس بالنجاح. بعد كده خد القهوه بتاعتك او خد الشاي بتاعك وابتدي توكل على الله، وان شاء الله ربنا يوفقك. العادات دي هتفرق معاكوا جدا 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 في يومك، وهتحس بالانجاز، وحبذا انك لو من النوع اللي بتصحى بدري يبقى ده افضل وافضل. اتمنى تكون الفكره واضحه، لو في اي حاجه سيبها لي في الكومنتات، ولو جديد معانا ما تنساش السبسكرايب، واشوفك ان شاء الله في الحلقات اللي جايه على كل خير.